أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم مشاهدين قناة الصحة والجمال في الوطن العربي كله. النهاردة هنتكلم الأول وندي الشهيد حقه في حرب 73، وهنقول قصيدة صغيرة كده نفكركم دايما بشهداء الوطن. الجندي ماسك في السلاح وقال مش هقبل بالسماح، والدم يغلي في الوريد ولازم اجيب حق الشهيد، لازم اجيب حق الولد، ونموت يبقى في ده البلد، مش هيبقى احسن من اللي راح. يا مصر قالوا ابنك في يوم الحرب صايم، ابنك في يوم الحرب صايم، هيعمل ايه ده تلاقيه تعبان ونايم. والجندي كان فايق وقايم وبلهفة مستني الكفاح، والجندي كان فايق وقايم وبلهفة مستني الكفاح، وأول ما جاله الله أكبر العدو ما بجاش، والعدو ما بجاش يفكر، والخوف في قلبه يزيد ويكبر، لأنه سامع صوت، لأنه سامع صوت أسود بيقوله حي على الفلاح. ما بقاش يفكر والخوف في قلبه يزيد ويكبر، لأنه سامع صوت أسود بتقول حي على الفلاح. شكرا يا رب انت المعين. عام 73 رجعنا بفرحة ومنصورين، يا ناس ما أحلى الذكريات وليالي فرح مع الهنا، وياك تقولوا حبيبها مات، السادات موجود هنا في وسط ناس وطيبين. يا مصر اسمك فوق دايما فوق، اسمك يا مصر وربك كبير. النهارده بقى هنحكي حكايه جميله خالص عن الام والاب عايشين في بيت مع بعض، معاهم ولد طول عمره، الولد ده في حضنهم يعني قريب قوي منهم، كانوا بيعلموه وبيصرفوا عليه علشان يسافر ويحسن من مستواه ويحسن من دخله يعني كده، ويعيش حياة كريمة غير اللي أهله عاشوها من كليته. وقال لهم أنا عاوزة أسافر أكون نفسي كده، علشان أجي ربنا يكرمني و اشوف نفسي واتجوز ويبقى لي بيت لوحدي ويبقى لي عيشه لوحدي. قالوا له طيب احنا ما عندناش مانع خالص، سافر وكون مستقبلك. وسافر الولد وساب الام والاب لوحدهم في البيت. الام والاب عايشين لوحدهم في البيت، الراجل بيقبض معاش وزوجته ست بيت. في يوم من الايام جه أول الشهر يعني راح يقبض معاشه، خد بعضه ومشي راح يقبض معاشه. وقف طابور زيه زي الناس كلها وقبض معاشه، وهو راجع لقى واحدة، طبعا هو راجع عايز بقى يجيب الحاجات اللي نفسه فيها للبيت علشان ما يخرجش تاني، يعني بيوفر وقت. فدخل السوق لقى واحدة جارته واقفة وفي ايديها خمس فرخات، بص لها كده وقال لها ايه ده، انت ايه اللي جايبك هنا؟ قالت له ابدا، انا من ساعة جوزي ما مات وانا اللي شايلة هم الولاد، ومصاريف المدرسة كتير عليا والدروس، وولادي الناظر مش عايز يدخلهم المدرسة إلا
مدفع المصاريف واجيب لهم الكتب واجيب لهم الحاجة ومعاش والدهم، حاجة بسيطة مش بيكفي. قال لها طيب انتي هتبيعي الفراخ بتاعتك دي بكام؟ قالت له دي دول 5 فرخات هبيعهم ب30 جنيه بس، ادفع مصاريف المدرسة بس العيال، وربنا يدبرهم بالباقي، يعني ربنا يدبرها من عنده ان انا يكرمني اجيب لهم اللبس والكتب. الله طيب. طبعا الراجل بعد ما جاب حاجته كلها فضل معاه 30 جنيه من المعاش، يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ راح طلعهم من جيبه وقال لها اتفضلي خدي الفلوس دي. قالت له لا انا مش، انا لازم، انا جايه هنا علشان ابيع الحاجه، انا ما اخدش فلوس كده ابدا، ومش بقبل على نفسي ان انا اخد فلوس من حد. الله لا انا جارك، وخدي انا بساعدك وادفعي مصاريف المدرسه علشان اولادك يدخلوا المدرسه. قالت له لا انا مش بقبل مساعده من حد، تشتري الحاجه اشتريها حضرتك، انا مش بقبل، مش باخد فلوس من حد. قال لها دي اعتبريهم دين عليكي، ولما ربنا يكرمك ابعتيه تعالي وادهم لي. قالت له طيب اذا كان كده وهتفك كربي خلاص انا هعتبرهم انهم دين عليا. الست خدت فراخها، ما خدهمش طبعا، ادهم لها وروحت بيهم هم وال30 جنيه اخر فلوس في جيب الراجل اللي قابض معاشه وجاب حاجته وهم اللي كانوا فاضلين في جيبه. وروح جاب حاجته بقى ومبسوط، حتى يعني شوف سبحان الله كانش في جيبه ولا 30 جنيه ويعني طلعهم لله، وبرده مروح نفسه راضية ومبسوط. دخل حط حاجته في الأرض كده قدام زوجته، راحت زوجته قالت له ايه ده وانت شكلك ايه الحاجات دي كلها، هو انت شكلك صرفت المعاش كله ولا ايه؟ قال لها لا والله ده انا جبت بس الحاجات اللي احنا محتاجينها، وحتى جارتي لقيتها واقفه حصل معايا الموقف ودلوقتي معيش فلوس وانا صعبت عليا مش عارفه تدفع مصاريف المدرسه والناظر ماشيه العيال عشان فلوس المدرسه. قال لها راحت رد عليه قالت له كان يعني ده كله في ميزان حسناتنا واحنا ربنا هيكرمنا ويوسع رزقنا ان شاء الله. الله طيب ربنا يكرمك ويسعدك يا رب. راحت الست عندهم البيت بتاعهم ليه جنينه كده بيقعدوا فيها، قال لها اعملي فنجان قهوه وتعالي نقعد في الجنينه بتاعتنا نحكي مع بعض زي كل يوم. قعدوا في الجنينه بتاعتهم يحكوا مع بعض زي كل يوم عن الحياه والدنيا وابنهم وجيران وزي ما الناس بتقعد تحكي مع بعض. لفت نظرهم نور جاي من السرداب بعيد عنهم. قال لها ايه ده؟ قالت له مش عارفه والله ما اعرفش، فما ادوش اهتمام للموضوع قوي. شافوا الموضوع جاي من السرداب النور ده، شافوا الموضوع وما ادوش الاهتمام الزايد ليه. فبعد ما خدوا قعدتهم دخلوا اوضهم وراحوا يناموا. صبحت الصبح زوجته تعبانة جدا، قال لها تعالي أوديكي للدكتور دلوقتي. قالت له احنا معناش فلوس، انت بتقول اخر فلوس معاك يعني اتصرفتي فيها ومفيش فلوس في البيت، انت دلوقتي هتعمل ايه؟ قال لها مالكيش دعوة، عندهم حتة عربية قديمة كده حاطينها عندهم في البيت، خدوها هو وهي وراحوا للدكتور اللي هم متابعين معاه. كل مره بقى لهم كام مره ما يدفعوش الفلوس علشان ظروفهم تعبانه بسبب سفر ابنهم، ما معهمش فلوس اللي جاي على قد الرايح. قالت له طب بلاش اروح اكشف، بلاش مدام معناش، بلاش اروح اكشف وخلينا مره تانية مدام معناش فلوس. قال لا لازم نروح دلوقتي. سمعت كلامه وركبوا عربيتهم وراحوا للدكتور في قرية تانية غير المكان اللي هم قاعدين فيه.
وهي ماشيه في العربيه معاه قالت له انا مكسوفه جدا من الدكتور ان احنا رايحين له كده وانا مش معاه، يعني مش معانا فلوس. قال لها انا هقول له المره الجايه ربنا يكرمني وهجيب لك حسابك. مره واحده راحت ربع ساعه كده بعيده عن البيت والعربيه عطلت، قالت له كده وهم رايحين في طريقهم للدكتور، قالت له كده مش انا قلت لك، ان احنا ما نروحش، هي باين من اولها اهي والعربيه عطلت كمان. سابوا العربيه ونسوا وخدوها مشي سندوا على بعض ورجعوا بيتهم تاني وهي تعبانه. راحوا البيت فتحوا البيت وقعدوا، قالت له كده انا يعني انا مش عارفه اقول لك ايه، ما كان المشي اللي مشيناه ده كنا قعدنا في بيتنا وكنا رحنا كشفنا مره تانية. قال لها معلش كل واحد بياخد نصيبه. قعدوا جم بالليل برضو ريحوا جسمهم وجم بالليل التعب شد عليها شويه، قالت له قال لها طيب بصي خدي المسكنات اللي عندك لو في مسكن او حاجه خديه وبكره يفرجها ربنا من عنده. خدت المسكن وعملت فنجان القهوه وراحت هي وجوزها قعدوا في الحديقه بتاعتهم الجنينه بتاعتهم بتاعت البيت، لقوا النور مره تانيه. المره دي بقى ما سابوهوش ورجعوا ودخلوا بيتهم، تابعوا النور راحوا ناحيه النور لقوا واحد واقف كده شكله عامل زي الملائكه من عند الله، ملك من عند الله جاي لهم. قالوا له انت واقف كده ليه؟ انت ايه اللي جابك هنا واقف كده ليه؟ راجل كله نور. قال لهم انا ملك من عند الله. قالوا له ملك من عند الله؟ طب انت جاي تعمل ايه هنا؟ قال لهم انتوا هتاخدوا المفاتيح دي وهتدخلوا من الباب ده هتلاقوا صندوق ليه 3 تقفال بس. خدوا منه المفتاح اللي معاه المفتاح اللي معاه وراحوا من ناحيه الباب يبصوا وراهم كده لقوا الراجل اختفى. قالوا ايه ده؟ ده فعلا زي ما بيقول، ده باين عليه ملك من عند الله. طيب اما نشوف ايه الحكايه دي. راح دخلوا هو وهي، قال لها لا انا ده انا بخاف بصراحه. قالت له خايف من ايه؟ قال لها انا خايف، احنا بقالنا عمر وسنين ما جناش ناحيه السرداب ده، انا خايف اقرب منه. قالت له وانا خايفه انا كمان، هو مش انت الراجل وانت اللي متحمل مسؤوليه البيت؟ انت الراجل ما تخافش ادخل انت. قال لها طب بصي تعالي ندخل احنا الاثنين. وخدوا بعض واحده واحده وصلوا وفتحوا الباب ودخلوا ودوروا فعلا في البيت في الكراكيب في قلب كراكيبهم اللي هو من زمان ما حدش يعرف عنها حاجه، ولقوا الصندوق. قالت له اهو الصندوق اهو، روح بقى افتح الصندوق اهو لقيناه خلاص اللي الراجل قال عليه. راح قال لها لا افتح انت انا خايف. قالت له بقول لك ايه انت راجل البيت، وما انت راجل ازاي، افتح انت الصندوق. قال لها لا انا خايف. قالت له طيب تعالى نفتح الصندوق احنا الاثنين. وفعلا قربوا على الصندوق وهو بقى اتشطر كده وهي قاعده جنبه. أول قفل قفل كبيرة من الحديد الكبيرة بتاع زمان، أول قفل مكتوب عليه الصبر. فتح بنفس المفتاح، مفتاح واحد وفتح 3 أقفال للصندوق. جملة تاني قفل وفتح القفل مكتوب عليه مفتاح على القفل التاني، القفل رقم 2. جه على القفل رقم 3 لقى عليه كلمة الفرج. قال لها ايه ده؟ ايه الكلام الجميل اللي مكتوب على القفل ده؟ فتحوا ولقوا كنز ابوهم اللي مات وما كانش حد يعرف عنه حاجة، محدش قبل ما يموت ما قالش ان هو عنده فلوس وذهب وحاجات شايلها في المكان ده، ما قالش حاجة. ربنا سبحان الله بعت لهم مرسال من عنده الصبر.
الصبر مفتاح الفرج، الصبر واليقين هما مفتاحنا في الدنيا، مفتاحنا للخير، إن الواحد يصبر ويبقى عنده صبر في كل شيء، ربنا هيكرمه في ولاده وفي صحته، كل حاجة من حواليه هتبقى سهلة عليه، كل حاجة هتبقى ربنا ميسرها ليه أما الإنسان يصبر على كل شيء في الحياة. فتحوا الصندوق، بعد ما فتحوا الصندوق قعدوا يتعزموا، ما هي الفلوس كده، الفلوس كده بتغير النفوس، قعدوا يتعزموا، هو يقول لها لا أنا هاخد الفلوس دي كلها، وهي تقول له لا طب إحنا هنعمل إيه بالفلوس دي كلها والدهب ده كله؟ قال لها إحنا ربنا كرمنا بيه بعد صبرنا، فإحنا هنطلع نصه لله ونصه التاني هنعيش بيه أنا وإنتي اللي باقي من عمرنا. وخلصت الحكاية على كده، إن الصبر مفتاح الفرج، اللي بيصبر ربنا بينوله اللي هو عايزه كل حاجة. الصبر، الصابرين بخير، زمان يقولولنا الصابرين بخير، الصبر مفتاح الفرج، اصبر على رزقك، ما تستعجلش بس اسعى، اسعى للرزق، اسعى. انا مش بقول لكم كده علشان كل واحد بقى يرد عليا يقول لي ايه هو احنا يعني هنستنى بقى لما حد يبعت لنا حاجه ونستنى صندوق ونستنى مغاره علي بابا ونستنى مش عارف. لا، الصابرين بخير، الصبر مفتاح الفرج، تاني الصبر مفتاح الفرج. لسه معانا وقت، والى اللقاء في حلقة جديدة مع حكايتين وبس.